على الاطفال الصغار حتى الله يعزكم والله ساعات يعني بيضلوا مجرد الميه لبهيمه لبهيمه بنحط لهم بترضاش البهيمه بتشم الميه بترضاش يشربها. ما انا من التحليه من شرق من الشقه هذه التحليه، اما هذه ميه بلديه ميه مالحه. بتاثر وبنقول ايش مال العير ايش ماله ايش فيه، طب مال عينيه مال كذا ايش اللي اختلفوا، طب كان بخير، طب في صار حب من ايش؟ بنجبر بناخذه على الوكاله بده دواء بده دهون بنحكمه والله بيشفي وستين رب العالمين في النهايه شافه هو والله. ما احكي لنا الان عوضوا المايه المايه ما كناش غسلين ونكون بكون ناشرين بنكون يعني بنغسل اولادنا، انت بتجنني يعني كل واحده في الدار بتستخدم المايه صح ولا لا؟ ويعني الحياه البيئه اللي يعني على الله فيش امكانيات الواحد يساعد يبني حاله، صار عمره الواحد قريب من 50 سنة مش عارف كيف مشوا 50 سنة بسبب الظروف اللي هو عايشها. We'll be right back.
بطلع أنا من الساعة 3 لحد الساعة 11:30-12 بروح بغير وباكل بتريح للعصر. بعد على 3 بطلع على 3 العصر بطلع برا بضل للستة أو للسبعة وأنا بلين. بعديها بتريح وتاني يوم كمثل. أنا اشتغلت في البلاستيك بس عشان أساعد أبويا وأصرف على أخواتي، لأنه إذا بده يتداين كتير يعني بده يصير عليه دين كتير وحمل كتير، بدي أساعده. قررت ألم بلاستيك وأشتغل وببيع لبحمد، يعني مرار هيك صادق لما بتصحل رزقة كبيرة بأخدها بشتغل مرار بشتغل بلم حجار. أول ما كنت قبل ما أبيع بلاستيك كنت ألم حجار وأبيع للكسارة ورقت بلم بلاستيك. الله يعافيك. قلت ايش انت بتحب تعمل في اوقات فراغك؟ ما فيش اوقات فراغ. فراغ فيش اوقات. فيش لما من الساعة 12 للساعة 3 هدول نوم، وبعد هيك للساعة 8 باكل وبنام. هذا هو وقت فراغ النوم بس. طيب ايش حاب تطلع انت في المستقبل؟ انا حبيت مهندس ابقى مهندس معماري. أنا درست في روسيا، لما درست في روسيا كنا خلال 24 ساعة نولد حالة أو تنتين خلال 24 ساعة. يعني أنا كنت من كثر ما من قلة الحالات الولادات الموجودة في روسيا كنت أعطيهم رقم الجوال تبعي التليفون وأقول لهم اتصلوا علي لما تيجي حالة ولادة، لأنه ما أقدرش أغطي يوميا 24 ساعة ضل نداوم عندهم، لأنه مرات كنا نيجي 24 ساعة لما تشي وما يجيش حالات ولادات من قلة عدد الولادات في روسيا والمنطقة اللي أنا درست فيها. لكن في غزة بالعكس من كثر حالات الولادات مرات بنشرد منهم.
بدل ما نكون بنشتغل على 10 أسرة في الكشك الولادة، نولد 10 ستات، قاعدين بنولد الآن على 6 أسرة، في واحد منهم على الخربان، بس عند الطوارئ لما أنا أنزلق وعدد النسوان كتير بضطر أولد عليه، وبنولد على الأرض من كتر الحالات، عدد الحالات اللي إحنا بنشوفها فظيع. هذا له صلاحية خلاص انتهى يعني. اشتغلنا ما يقارب فوق 2000 عملية فيه. خلاص هذا لازم يرتمى. لكن احنا من قلة الأدوات بنحطه سبير يعني، لو انزنقنا أثناء العملية بنشتغل فيه، ما انزنقناش بظل. لأنه ما فيش. يعني هاي هذا حرام نشتغل فيه. هذا لا يصلح للحيوانات. هذا النيدل هولدر، هذا اللي نمسك فيه الغرزة. غزة مكان صغير ومحصور، غزة مكان ضيق ومحصور، فما فيش رجال تطلع برا تغيب طش. وين بده يروح؟ بده يضطر انه يجلس في البيت مع المدام. ايش بده يسوي يعني؟ طلع على ايش بده يسوي؟ هاي كثر الحالات بيجي من الشغل هذا. الجيش قاعد ما بيشتغلش. أكثر الناس اللي عندك ما يقارب 80,000 عامل كانوا يشتغلوا في إسرائيل، حاليا كلهم معابر مسكرة ما بيشتغلوا. إسرائيل لم تسمح لأي عامل يدخل أراضيها. فإيش بدي يسوي الرجال هذا؟ فطبعا الرجال هذا قاعد مع المدام في البيت. أيوة. قاعد مع المدام، إيش بدي يسوي يعني؟ فهذا كله ناتج للحصار يعني، كثر الحالات هذه والولادات ناتج برضو على الحصار. مين بحصلك؟